صدق يا ابو الوليد، اول امبارح انجزت ثلاث معاملات. ثلاث معاملات والكل هاد، واليوم وصلني في البريد. فهمت، اكيد عندك وقت. العب الولد رح يصير توجيهي، وما عنا نسخة عن شهادة الميلاد بدل تضيعتها. هاي قصة طويلة، بطلع بسويها كمان كم من يوم. اف علينا، احكي لك انا بدي اعملها على التليفون. شكل امك عندها واسطة. احكي واسطة، احكي واسطة. المواطن الاردني بيدور على واسطة ليخلص معاملاته. واجبنا كحكومة نحول هذا الاحساس ل خدمة بسيطة سهلة من غير ما يضطر يحكي مع حدا. نحكي عن الواسطة لأنها واقع رح نتخلص منه تدريجيا بالتحول الرقمي. اليوم واجبنا نحط كل خدمات الحكومة في نافذة واحدة، في تطبيق تقدر تفوت عليه بإمكانك أنك تدخل بكلمة سر واحدة لكل الخدمات الحكومية الإلكترونية. وهذا اللي بنطلقه اليوم، سند. ليش اسمه سند؟ لأنه إحنا حابين نكون سند الناس في حياتها اليومية. كيف نستطيع أن نسهل على المواطن والمستثمر؟ كيف أن نستطيع أن نخفف عليه؟ كيف أن نستطيع أن نقلل من التكاليف؟ كيف نستطيع أن نحقق الحيادية في هذا العمل؟ وجدت هذه اللجنة، هي لجنة النظر بالقضايا العالقة ما بين دائرة الجمارك والمكلفين. آلية تضامن المستثمرين هي أداة جديدة مقدمة من خلال هيئة الاستثمار. هدفها هو المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشان نشجعهم إذا لا سمح الله واجهوا أي مشاكل إبقاء استثماراتهم بالأردن، وهذا شيء جدا مهم. تم إطلاق على موقع الدائرة بإضافة خدمة تعبئة طلب التسوية والمصالحة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى اللي بتقدمها الدائرة، وبالتالي الآن أي شخص بيدخل على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سيجد حقل خاص بطلب التسوية والمصالحة